انتقادات حادة وجهها السفير الأمريكي في كابول بعد الإفراج عن 65 مقاتلاً من حركة طالبان، خاصة وأن الولايات المتحدة ما زالت ترى أنهم مصدر تهديد. لكن اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة وضع المعتقلين 88 في سجن باغرام لها رأي مختلف. لا دليل على أن هؤلاء 65 مجرمون حسب القانون الأفغاني. الإفراج عنهم لم يكن مستغرباً. تم الإفراج عنهم وأخذوا أشياءهم معهم وتلقوا مبلغاً من المال وبعض الإرشادات من أحد الشيوخ، ومن ثم تم توصيلهم إلى منازلهم. توتر العلاقة بين أفغانستان والولايات المتحدة يزيد من تعقيد الخطة الدولية لما بعد انسحاب القوات الدولية من أفغانستان، فلا زال الاتفاق الأمني والذي يحدد دور القوات الأمريكية في أفغانستان بانتظار توقيع الرئيس كارزاي. وزير الخارجية الألماني طالب الحكومة الأفغانية خلال جلسة برلمانية بالإسراع في الأمر. قد يكون اتفاقا ثنائيا بين أفغانستان والولايات المتحدة، لكنه أساس بالنسبة لنا للتفكير في مواصلة الدعم لأفغانستان. وسيناقش البرلمان الألماني للمرة الأخيرة إمكانية تمديد وجود القوات الألمانية في أفغانستان، لاسيما وأن مهمتهم ستنتهي مع نهاية العام الجاري.